السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة، نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله بغيت نقترح عليكم كيك يومي بمقادير جد بسيطة، وفي نفس الوقت كيجي راقي وكيجي لذيذ بزاف وبمقادير موجودة في كل بيت. نتمنى لا فيديو يعجبكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. المهم اخواتي، بالنسبه للمقادير عندنا كاس ديال العنبه ديال زيت النباتيه، كاس ديال السكر السنيده، سكر حبيبات حتى هو كاس ديال العنبه، عندنا يوغورت يعني النكهه اللي بغيتو نتوما، عندي هنا ديال الفاني، عندنا ثلاثه البيضات هنا، وهنا اخواتي عندي واحد القبيصه ديال المليحه درتها غير هنا في هذا ديال البيض، عندي هنايا واحد فاني بنكهه ديال الزهر، وعندي هنايا جوج خمارات، وعندي هنا جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده اخواتي. المهم غادي نبداو بالبيض على بركه الله. بسم الله، البيض يكون دائما بحراره المطبخ اخواتي هكا باش طلع لينا الكيكه زوينه. دابا غادي نزيدو عليه هاد كاس ديال السكر سنيده مع هاد الفاني، هادي هاد الالصه، هادي هاد النوع هذا. صافي اخواتي، وغادي نطربو الطراب الكهربائي ونرجع معاكم. هانتوما اخواتي كيفاش كيطلع، كيطلع مزيان، خصكم تطربوه مزيان البنات والبيض يكون بحراره المطبخ. دابا اخواتي غادي نبداو نزيدو في الزيت بشويه بشويه، ما نخوش الكاس كله دفعه واحده، لا غير بشويه بشويه وانا كنطرب. دابا اخواتي غادي نزيدو هاد اليوغورت هذا، ممكن تعوضو بكاس ديال الليمون، ممكن الحليب، ممكن اللبن، راح كيجي زوين ماشي ضروري دانون. صافي اخواتي دابا غادي نديرو هاد القبيصه ديال المليحه، صافي وغنبداو نضيفو في الدقيق. انا ما غربلتوش، غنغربلو دابا هكا. ونخلط، ما نديرش الدقيق كله دقه واحده، غير بشويه بشويه نخلطه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. دابا غادي نزيد هاد الدقيق كامل هذا اللي بقى لي، وغادي نضيفو عليه هاد جوج خمارات، الخمارة الاولى حتى هما نغربلوهم، الخمارة الثانية،
في البنات ونخلط كل شيء. وغادي نزيدوا عليها دابا واحد معلقه ديال الخل، معلقه كبيره البنات هكا. راه الكيكه كتجي خطيره والله العظيم. ها انتما راه كيجي الخليط ثقيل شويه وكتجي تبارك الله منفوخه وعاليه. انتما ان شاء الله غتشوفوا معايا اللي ما كتصدقش ليها الكيكه تبع هاد الطريقه وتشوف ها انتما البنات كيفاش كتجي. يعني خصكم تحصلوا على هاد القوام. حقاش البنات اللي كتفصل لهم الكيكه غير كيخرجوها من الفران صافي وكتهبط، راه كتكون يعني ناقصه دقيق. ها انتما باش خاصها تكون ثقيله. ها انتما كتشوفوا، شوفوا الخيط كيفاش ما كتقطعش. ها انتما البنات، المهم اخواتي انا غندير هاد المول هذا، راه فيه 29 العبار ديالو 29، دهنته بالزبده اللي بحراره المطبخ ورشيته بالدقيق، الدقيق الابيض هكا البنات صافي. وغادي نخوي فيه هاد الكيك هذا. ملي نكونوا نخوي في الكيك دائما خصنا نهزو ايدينا الفوق باش يدخل ليه الهواء باش يجينا مفشفش ويجي عالي ان شاء الله باش يجي زوين. المهم اخواتي انا غادي نخويه هاكا، يعني كنهزو يدينا مهم اخواتي. هالكيكة ديالنا هاكا نخبطوها شوية هاكا باش تجي مقاده كلها. المهم اخواتي دابا غادي ندخلها الفران. انا عندي فران ديال الغاز كنشعل عليها غير من التحت على نار مهيله والفران يكون بارد. انا كتاخذ ليا تقريبا من 45 حتى 55 دقيقه صافي. وها هي موجوده، نتلاقى معكم ان شاء الله في ملي نخرجها من الفران. المهم اخواتي هالكيكه ديالنا غتخرجت من الفران، انا غادي نخليها حتى تبرد صافي ونديرها في الطبسيل ونزينها ونتلاقى معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال هاد الكيكه. دينا زينتها عفوا بكاوكاو مهرمش وبخطوط ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي رائعه بزاف. نتمنى لا فيديو اخواتي يعجبكم. مع فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.